نتابع الآن فعاليات الجلسة. هناك عملا شاقا جدا، وقد قمنا بتحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وكذلك تحديد مسار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازنا بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وكذلك نعمل على الحصول على التمويل اللازم من أجل المزيد من الاستثمارات في عملية التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل. Je ne veux pas être plomb, mais il y a une autre liste d'objets très concrets. Je crois aussi pouvoir dire qu'on a finalisé une feuille de route commune. Et je remercie tous les actionnaires et surtout les deux dirigeants entre le FMI et la Banque mondiale, qui est vraiment un élément très structurant de la transformation de notre paysage, avec une meilleure coordination des travaux, une nouvelle ambition et un levier avec le secteur privé qui est clé. Au fond, ce qu'on veut faire avec tout ça et ces premiers éléments, c'est bâtir un nouveau consensus commun. وهو مبني من قبل شعوب الكوكب برمته، ونعرف أن الدول الأكثر فقراً والدول النامية والدول ذات دخل متوسط بالإضافة إلى الدول المتطورة والغنية، وهناك العديد من الدول التي لم تشارك حين كان تم تأسيس نموذج بريتن وودز. ونحن نعرف أنه كان حينها لم تكن رهانة الفقر عينها، وحين كانت مسألة البيئة والمناخ والتنوع البيئي كانت غير موجودة في محادثاتنا. بالتالي أجندة العمل التي نحاول العمل عليها من خلال التوافق الجديد والتشديد على هدف جديد، ألا وهو إيجاد نوع من الالتزام السياسي من جراء كل هذه المحادثات، وتكون بسيطة ولا تكون ملزمة قانونيا، ولكنها تسهم في التوصل إلى توافق يسمح لنا بالعمل. كان من العاصمة الكينية نيروبي إلى دول مجموعة العشرين الذين ستكون في نيوم دالي، بالإضافة إلى مؤتمر الأطراف 28 في الإمارات، بالإضافة إلى قمة 27 العام المقبل للوصول إلى حلول مستفادة. أنا ذكرت بعض المبادئ الأساسية التي توافقنا عليها أجمع. يجب أن لا نقرر ما هي أجندة العمل التي يجب أن نعمل عليها. بالتالي يجب أن نعمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة، بالإضافة إلى محاولة الوقاية من التغير المناخي والعمل على تخفيض الانبعاثات، فضلا عن معالجة كل مكامن الضعف البيئية، فضلا عن النجاح في الالتزام معا من أجل الحفاظ على التنوع البيئي. بالتالي علينا إدماج في محاولة تخفيف الدين ما هو النظر في التغير المناخي، وهو قرار بريدجتاون، بالإضافة إلى العمل على تمويل خاص للحفاظ على الطبيعة، وأن تتوفر لكل دولة طريقة للتطرق إلى كل هذه المسائل بمفردها وبحسب موقعها. نحن نعمل أيضا على صندوق خاص أنشأناه للطبيعة وللغابات، فنحن نريد مقاربة تتوزع على دولة عبر الدولة، لأن نعرف أن النماذج تختلف جدا والمؤسسات الدولية أيضا تختلف. ما نحاول فعله هو المواد الكافية، ولكن ستختلف بحسب أنظمة العمل البلاد. عفوا، وهذا ما ذكرتموه بمعظمكم بالأمس. هذا ما نحاول فعله على صعيد الطاقة، وهذا ما ننوي فعله أيضا فيما يتعلق بالتنوع البيئي. ثالثا، نحن ندرك جميعا أننا بحاجة إلى نوع من الصدمة المالية الكبيرة، وذلك لتمويل التعليم والصحة والفرص المتاحة على الصعيد الاقتصادي وفي الوقت عينه التغير المناخي. وبالتالي من أجل تحقيق ذلك نحن بحاجة إلى تحويل مؤسساتنا، أولا عبر الاستثمار فيها أكثر، ولكن ثانيا عبر زيادة فعاليتها. وسأقول ثلاث أمور أساسية تأتت من هذه الجدالات. أولا، خارطة طريق جديدة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا ما ذكرته آنفا، وهذا ما يساعدنا في تحسين التعامل مع هذه الأموال. ثانيا، يجب أن نعمل بشكل أفضل مع المصارف العمل، وهذا ما تكلمنا عنه بالأمس، ما هو التمويل العام. إذن حيث مصارف التمويل برمتها من خلال
للمؤسسات الدولية بإمكانها أن تعمل معا لتفادي تداخل البرامج وأيضا للحصول على هيكلة أفضل بين المصارف العامة والمؤسسات المالية الدولية. وثالثا، وأعتقد أن ذلك أساسي جدا من أجل خطتنا، علينا أن نلتزم بالتوازي مع بعضنا البعض لإصلاح مؤسساتنا المالية. ونعتقد أن الكثيرين ذكروا هذه النقطة، ونعرف أن هناك الكثير من الدول النامية التي ذكرت هذا الموضوع بالضبط. الحكومة لم تعد اليوم تتكيف مع عالمنا اليوم، وبما أننا نحن نريد أن لا يصبح هناك تفكك لهذه المؤسسات، علينا اعتماد الحكومة والعمل على إصلاح معمق لكل هذه المؤسسات لتصبح أكثر عدالة وأكثر ممثلة لما نحاول فعله، بالإضافة إلى كل القوى الممثلة اليوم. وأود إضافة نقطة أساسية، كانت هناك أيضا مناقشة طويلة التي تتخطى ما تحاول فعله الحكومات والدول، وهناك فكرة أيضا فرض ضريبة عالمية، وأعتقد أن العديد من المشاركين قد تكلموا عن هذه الضريبة. أكان هذا على المعلم ملاتة التجارية أو الشحن البحري أو أيضا على المجالات الأخرى، فنحن نعرف أنها لن تنجح هذه الضريبة ما لم تكن عالمية، بالتالي فهي تفترض أن هناك اتفاق كما تكلمنا فعله على ضريبة الدنيا، ولا سيما فيما يتعلق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بإمكانها أن تعمل على وصول إلى حد نهائي لهذا التوافق. النقطة النهائية هي الفكرة الأساسية في أنه علينا السير معنا في هذا المسار والعمل على حشد وتعبئة الكثير من التمويل الخاص، رأينا ذلك من خلال صناديق السيادية وغيرها من الصناديق، ولكن للأسف لا تأتي إلى الدول الناوية أو الفقيرة أو ذات دخل متوسط. بالتالي نحن بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الآليات، وذلك لتوفير ضمانات ولأخذ ما هي المخاطر الأساسية على الخسارات الأولية، وذلك لتوفير لها تمويل إضافي. البنك الدولي التزم بالأمس على محاولة زيادة هذه النقطة ب1%، وفي حال إذا خصصنا 1 يورو أو 1 دولار من الأموال العامة يجب أن يصرف في مكانها دولار أو يورو من المصارف الخاصة، ونحن يجب أن نعمل على أجندة عمل تنطبق على كل الدول، وبالتالي علينا تعبئة كل هذه الأموال للدول التي ستحتاج إليها. بالتالي هذه محاولة لتلخيص ماذا حصل، وليبدو أننا نعمل بطريقة ما من أجل ميثاق مالي عالمي جديد من خلال آليات جديدة وآلة جديدة وثائق جديدة ومنهجية جديدة، ولكن أيضا من خلال مسار جديد نحو الحكمة التي نحتاج إليها جميعا. وفي مقابل ذلك سأطلب من أعضاء اللجان المختلفة أن يعودوا على النقاط الأساسية بالنسبة إليهم، ولكن بإمكاني أن أبدأ مع رئيس الوزراء الصيني. نعرف أن الصين قد أظهرت التزامها من خلال الاستثمار في التطوير، ولكن أيضا حماية الكوكب من خلال اعتماد إطار موريال بحول التنوع البيئي. بالتالي كيف يمكن الالتقاء بين هذين الهدفين والعمل على أجندة مشتركة من أن يتمكن أن يستفيد منها كل مواطني العالم ومواطني دولتينا؟ والآن لديكم الكلمة رئيس الوزراء الصيني. شكرا جزيلا أصحاب المعالي السيدات والسادة، صباح الخير. يشرفني أن أنضم إليكم هنا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، وذلك بحسب مبادرة شخصية أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه القمة ذات أهمية كبرى، إذ تركز على المهام الأساسية للتطور بالإضافة إلى المخاوف المشتركة فيما يتعلق بمجالات العمل المختلفة. وباسم الحكومة الصينية أود أن أعرب عن تقديري الشديد للرئيس ماكرون ولحكومته الفرنسية للعمل على تنظيم هذه القمة بالإضافة إلى كل تحضيراته من أجلها. الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة للتطور العالمي وللحكومة العالمية، والرئيس الصيني شي جين بين قد اقترح خلال السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي بالإضافة إلى مبادرة الأمن العالمي، بالإضافة إلى مبادرة الثقافة والحضارات العالمية، وتم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي، ويتم ترجمتها حاليا من خلال الأفعال الملموسة. نحن نعرف أن
اقتراحات الصين بشأن التطور العالمي ليس فقط من خلال مشاركة الصين في المجتمع الدولي، ولكن أيضا يعكس التطورات التي تحصل على صعيد الصين. فأولا كآلية أو كمحرك للتطور العالمي، لقد ضخت الصين أموال كثيرة في الاقتصاد العالمي، وفي العقود الأخيرة كما تعلمون جميعا من خلال سياسة مستقرة شاركنا بأكثر من 30% للنمو العالمي، وكانت الصين مرساة الاقتصاد العالمي. وخلال هذا العام الاقتصاد الصيني أظهر لحظة تحسن كبير، بالإضافة إلى نمو في إجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى 4.5% خلال الربع الأول من العام. ونعرف أن هذا الرقم من بين الأعلى من حول العالم، ولا سيما مقارنة بالاقتصادات الكبرى. تتمتع دولة الصين بقوة كثيرة، ولا سيما في الأسواق الكبيرة والضخمة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى الأنظمة التي تطبقها. فنحن نعرف أن المبادئ التي نعمل عليها أقوى من ذي قبل. وبالنسبة للعالم، التطور الصيني لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة. على الرغم من تطور البيئة العالمية، ستبقى الصين مصرة على الإصلاح والانفتاح على الآخرين والحصول على تطور رفيع المستوى، بالإضافة إلى الاستطاف مع المعايير الاقتصادية والتجارية الكبرى. وكل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي توفرها النمو في الصين. وكدولة كبرى مسؤولة، نعرف أن الصين بذلت مجهودا كبيرا للتطرق للتغير المناخي ولمكافحته. والفلاسفة القدامى التي تتعلق بالوحدة بين الإنسان والطبيعة مرسخة في الثقافة والحضارة الصينية. ونحن نعمل أيضا على رؤية التلاءم وموائمة كل من البشر والطبيعة. نعمل على تعزيز الجهود للعمل على إعادة هيكلة الصناعة وغيرها، بالإضافة إلى العمل على مشاريع جديدة لزيادة مراعاة البيئة وغيرها. خلال العقود الماضية نعرف أن الصين حارفت نمو بأكثر من 6.2%، وبينما كان زيادة الإنتاج الطاقوي 3% فحسب. ونحن نعرف أن نسبة الانبعاثات الصينية من قبل الانبعاثات قد انخفضت بنسبة كبيرة. ونحن نعرف أيضا أن نسبة حرق الفحم الحجري قد انخفضت كثيرا في الصين، والتي انخفضت بأكثر من 30% في البلاد. أما فيما يتعلق بمحاولة استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو غيرها من الطاقات الخضراء، نعرف أن الصين تمثل أكبر دولة لاعتماد مثل هذه التحول الطاقة. ونحن نملك أيضا آليات كبيرة للعمل على خطواتنا ملموسة من خضاف الوعي بتأثيرنا على الطبيعة، بالإضافة إلى احترامنا لمؤتمر باريس والمناخ وغيره. ونحن نعرف أنه نعمل قدر الإمكان على الحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات كربونية بحلول 2050. نحن نعمل على تطوير اقتصاد مبنيا على الاستدامة والمراعاة للبيئة، وذلك لمصلحة الجميع. فضلا عن ذلك، الصين مستعدة للانضمام لتحالف للبيئة والإنسان الذي أطلقته عدد من الدول الأخرى. كدولة تساهم في التطور العالمي، قدمت الصين تعزيزا كبيرا لمبادرات الحد من الفقر والتطور. فالقضاء على الفقر هي مبادئ نتشاركها جميعا. وخلال العقد المنصرم حاربنا أكبر قتال من أجل الحد من الفقر في تاريخ الإنسانية. فقرابة 100 مليون صيني خرجوا من قاعة الفقر. ونعرف أن الفقر المذقع الذي لطالما
طارد السكان الصينيين قد اختفى، ونحن بالتالي عملنا على مبادرات جميعة للحد من الفقر. واليوم تلتزم الصين في شركة مكافحة الفقر المذقع من خلال المبادرة تقديم المساعدات للدول الأكثر فقرا، ونعرف أن الصين هي التي وفرت تخفيف للديون أكبر من أعلى دول الأخرى مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى. وكما تقول المقولة الصينية، رجلا بمفرده ليس بإمكانه أن يحمل عبئا كبيرا، ولكن العديد من الأشخاص الذين يعملون معا بإمكانهم أن ينقلوا الجبل. العالم يواجه شرخا كبير فيما يتعلق بالحصول على مساعدات اقتصادية، وكدولة متقدمة اقتصاديا تريد الصين العمل على كل الأفعال الواعية لمساعدة الدول على تخطي كل هذه العقبات، لا سيما الدول النامية. وبالتالي أقترح أن نتخذ الخطوات اللازمة والتالية: أولا، علينا أن نكون عازمين في بدء إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق مالي عالمي جديد ولتطبيق كل هذه السياسات بالنسبة للعالم الجديد. الصين مستعدة للعمل مع كل الأطراف، وذلك لكي تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع لمساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل. بالتالي نحن بحاجة لتحسين شبكات الأمان المالية العالمية واتخاذ تدابير تعاونية دولية، وذلك للتخفيف من تداعيات السيئة للأعباء تسديد الدين. ونحن نعرف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يتبع التوافق الذي توصلت إليه مجموعة العشرين، ويبدأ بعملية الانتخاب الجديد، وذلك لزيادة قدرة الاقتصادات النامية على تقرير مصيرها. ثانيا، يجب أن نعتزم على بدء شراكات مالية جديدة لتعبئة المزيد من الموارد للتنمية للدول النامية. ونعرف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تشبيك شراكات مالية عالمية تكون شاملة ومدمجة وتشمل الدول النامية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الكبرى وبنوك التنمية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية البشرية وغيرها، وذلك لضخ المزيد من الأموال في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. ويجب أن تعمل الدول النامية على أن تتحمل مسؤوليتها في تطوير أنظمتها، وعلى الدول المتطورة أن تتعهد بتوفير هذه الأموال للدول النامية. وهذه الأخيرة عليها أن تعمل من خلال تطبيق إصلاحاتها، وذلك لتتمكن من استخدام كل الموارد التي ستقدم إليها ولبناء قدراتها الخاصة بالتطور. أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، يجب أن تحترم الدول المتطورة مسؤولياتها فيما يتعلق بهذه الجهود المناخية وتوفير المساعدة للدول النامية، وذلك من خلال تشارك المسؤولية بشأن التغير المناخي. ويجب أن تحترم تعهداتها، وذلك لتخصيص 100 مليار دولار للتمويل المناخي، بالإضافة إلى العمل أيضا على تمويل أنظمة التكيف. وبالتالي بإمكاننا أن نقدم أهدافا كمية وحقيقية وملموسة لما بعد عام 2050. وتستمر الصين ببذل جهودها الكافة لتقديم مساعدتها لمختلف أشكال التطور في الدول النامية. والصين مستعدة للعمل مع كل الأطراف بما في ذلك المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى الشركات المقرضة، وذلك لتكون تعمل من أجل تخفيف تسديد الدين، بالإضافة إلى حل هذه المسألة بطريقة شاملة وكاملة بما يتماشى مع مبادئ العمل المشترك، بالإضافة إلى تشارك العبء المشترك. ثالثا، يجب أن نكون عازمين في العمل على زيادة عولمة التجارة العالمية، وذلك لإعطاء زخم جديد للدول النامية. وستنضم الصين إلى الجهود العالمية
من أجل خلق بيئة منفتحة التي ستؤدي إلى تعزيز التطور والتجارة وانفتاح الأسواق المالية ورفض أي حماية للتجارة وكل أشكال فسخ العلاقات أو زعزعة سلاسل التوريد. ويجب الحفاظ على سلاسل التوريد كما هي مستقرة وآمنة. في الوقت علينا تعزيز التعاون التجاري وتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الكبرى على بذل المزيد من الاستثمارات في الدول النامية، بالإضافة إلى مساعدة الدول النامية على أن تنخرط بشكل أفضل في توزيع العمالات الدولية، وذلك لتوزيع حيزات دولية وتقوية زخم التطور الذي ستشهده هذه البلاد. وفيما نعمل على العيد العشرين للشراكة الاستراتيجية بين أوروبا والصين، نعرف أن ستبتلق هذه الشراكة بأهداف جديدة، فنحن نعرف أننا سنحترم اختلافات بعض وسنعمل من أجل خير الجميع. وفي عالم حيث يشهد الكثير من عدم اليقين، يجب على الصين وأوروبا أن تتخطى كل اختلافاتها وتسعى للحصول على أرضية مشتركة فيما تحتفظ باختلافاتها. ويجب أيضا أن تدفع من أجل تعاون أفضل على صعيد الابتكار، وذلك لمواجهة التوترات على الصعيد العالمي ولا سيما في مكان ما في زعزعة العلاقات بيننا. وبالتالي علينا المساهمة في التنمية المستدامة والتحقيق من حول العالم. السيدات والسادة، الإنسانية هي مجرد عائلة واحدة تعيش في القرية العالمية الواحدة، ويجب أن لا يترك أي أحد من أجل تحقيق الاستدامة. يجب أن نعمل معا من أجل هدف مشترك، بالإضافة إلى روح التعاون والتضامن والتآزر، من أجل تسريع بناء مجتمع ذات مستقبل مشترك للإنسانية، ونعمل معا من أجل عالم أفضل لنا جميعا. شكرا لإصغائكم. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. شكرا موصول لكم رئيس الوزراء، ولكن سأعطي الآن الكلمة أولا لرئيس إحدى الدول، بالإضافة إلى الأمينة العام للسيدة يلين، بشأن هذه الإصلاحات الجديدة. شكرا جزيلا لكم سعادة الرئيس ماكرون، ولكن أود أن أقدم تعليقين. العام المنصرم أتينا إلى عاصمة الفرنسية باريس من أجل مؤتمر مالي، والقرارات التي اتخذناها العام المنصرم كانت تتعلق بتوسيع تخصيص الأموال للتنمية في الدول النامية، وكان الفكرة أن الدول الأفريقية ستحصل على نسبة أكبر من كل هذه التخصيصات المالية، ولكن لم يتحقق ذلك، وكانت المعادلة إذن مستمر التي يتم تقديمها لكي يكون لدينا فرصة واقعية لتطبيق تلك المقترحات. ثانياً، التمويل تحد رئيسي للدول الأفريقية حتى تتمكن من بدء إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. ونحن لدينا الكثير من الأموال المتوفرة في القارة الإفريقية والتي يمكن حشدها، وأنا أشير هنا إلى الأموال الكثيرة التي خرجت من القارة الإفريقية بطريقة غير مشروعة. لقد قيل لنا منذ الاجتماعات المختلفة التي عقدت أننا نتعامل تقريباً مع 100 مليار دولار سنوياً من الأموال التي تخرج خارج القارة الإفريقية بطريقة غير قانونية وغير مشروعة. يمكننا أن نتخيل دلالة عودة هذه الأموال مرة أخرى إلى القارة الإفريقية لكي نتغلب على الثغرات الموجودة ونمنع خروج المزيد من الأموال. وما أقترحه هو أن نوصي الاتحاد الإفريقي وكذلك دول منظمة التعاون الدولي والاقتصاد أن تناقش هذه المسألة وتقدم توصيات لكي يتم اتخاذ إجراءات. يمكننا أن نتحدث عن فترة 3 أو 6 أشهر، فهناك كثير من العمل الذي جرى بالفعل لتقديم التمويل واسترداد الأموال، ونحن في حاجة إلى نهج
موحد لكي نسوي هذه المسألة، وأعتقد أننا حتى نتمكن من تحقيق هذا فإن علينا أن نتعامل مع المشكلات المالية التي أصبحت موجودة لدينا. لذا اقتراحي أنه إذا كان هناك اتفاق بشأن هذه الفكرة والمقترح، فعلينا أن نجد لها مكان في إعلان هذه القمة الذي سوف يتم تقديمه في النهاية. وكما قال كل زملائي، أود أن أتقدم بالشكر لك الرئيس ماكرون لجمعنا معا في هذه القمة، وأتقدم بالشكر ليان موكلي للدور الذي لعبته في الإعداد لهذه القمة. شكرا لك. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أريد أن أركز على السؤال الذي طرح بشأن 100 مليار دولار التي يجب على الدول المتطورة أن تقوم بمساندتها للدول النامية. أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أريد أن أتقدم بالشكر لكل تلك الدول، developed countries الدول المتقدمة وكذلك الأسواق والاقتصادات الناشئة التي تعهدت بتقديم جزء من حقوقها التي تم تخصيصها في أغسطس من عام 2021 لها، بحيث نتمكن من إقراض الدول بامتيازات كثيرة على مدار 20 عاما وفترة سماح 10 سنوات ونصف. وهذا مصدر أساسي وحيوي للدول منخفضة الدخل وكذلك لدول التي تواجه مشاكل والأكثر عرضة للخطر. بربيدوس كانت من أول الدول التي تقدمت بطلب لتمويلها، والآن لدينا 7 دول من بينها بنغلاديش، رواندا، كوستاريكا، سيشل، كوسوفو. كل هذه الدول قد دخلت في هذا التمويل الذي تم توفيره من قبل الدول. سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة. نحن من خلال الأدوات التي استخدمناها تمكننا من اتخاذ قرارين منفصلين. القرار الأول هو تقديم مخصصات بمقدار 50 مليار دولار والتي تم توزيعها بين الأعضاء لدينا بما يتناسب مع ما لدى تلك الدول في الربع سنوي. والقرار الثاني، وأريد أن أذكرنا بأن هذا كان في منتصف كوفيد-19 عندما اتخذنا هذا القرار، وعندما كان هناك نقص في السيولة وكانت الدول تبحث عن مجال مالي لتعمل من خلاله. تمكننا من القيام بهذا فقط ومساعدة الدول بسبب قوة 190 عضو لدينا. هؤلاء الأعضاء الذين لديهم الملاءة المالية والقوة المالية هم من جعلوا من الممكن أن نقوم بتخصيص هذه الأموال للجميع. وهذه المخصصات في ذلك الوقت كانت بين 2-6% مساهمة في إجمالي الناتج المحلي، خاصة للدول الموجودة على هذه الطاولة معنا. الخطوة الثانية التي اتخذناها كانت قراراً شجاعاً بأن نساعد الدول التي ليس لديها أموال ونحصل على أموال من الدول التي تحتاج إلى هذه المخصصات التي خصصت لها لكي نعطيها للدول التي تحتاج إليها، وتمكننا من حشد 100 مليار دولار. هذا الالتزام تم تحقيقه الآن، لدينا هذه التعهدات بالفعل. وأريد هنا أن أشكر فرنسا واليابان لأنهما قد قدما 40 بال
المئة من الأموال الموجودة لديهم للطوارئ، وكذلك الصين قدمت نسبة 28% من المخصصات التي نحتاج إليها. نحن نحاول أن نجعل هذا العمل ينجح، وليس فقط أن ينجح، ولكن هذا مهم لحشد التمويل من القطاع الخاص لإجراءات مواجهة تغير المناخ. في حالة دولة باربيدوس قمنا بإنشاء تحالف بين البنوك وكذلك صندوق صمود المناخية في إطار الأمم المتحدة لتقديم أول ضمان تحتاج إليه باربيدوس، وتم حشد رأس المال من القطاع الخاص، ونحن نفعل هذا على وجه التحديد بنسبة 1:1، ولكن لدينا طموح أن نؤدي أداء أفضل. ونفس الأمر ينطبق على حالة رواندا، لقد قمنا بحشد تحالف من شركاء التمويل بالإضافة إلى صندوق الاستدامة والصمود، بناء على العمل الذي قام به البنك الدولي لتحديد ما هي السياسة التي علينا أن نتبناها لتقديم الضمانات للحصول على تمويل من القطاع الخاص. أنا أعرف أن هناك الكثير من الارتباك في هذه المسألة، وأنا أعرف أن الكثير ربما لا يعرف عن هذا النوع من التمويل باستثنائي أنا ربما، لأنني مسؤولة. ولكن للجميع هنا، رئيس سريلانكا سألني لماذا تقدمون 100 مليار فقط، لماذا ليس 200 مليار أو 300 مليار؟ سؤالي هو أننا نفعل شيئا جديدا. نحن نحاول أن نخفف من الكوارث، ونحاول كذلك أن نزيد من التمويل للدول، وعلينا أن نفعل ذلك بجرأة ونثبت أن الأمر نجح. لا، وعندئذ عندما ينجح الأمر ننقل المبلغ من 100 مليار إلى 200 مليار، ولكن لا أريد أن نتعجل، لأننا إذا لم نحافظ على جودة صناديق تقليل الكوارث والتمويل الذي تحصل عليه، فإن عندئذ لن نرى الأثر ولن نتمكن من المطالبة بزيادة المبالغ. لذلك أتمنى أن أكون بذلك قد أوضحت الإجابة على هذا السؤال، لماذا مبلغ 100 مليار؟ هل رئيس غانا الذي سألني هذا السؤال الإجابة أصبحت واضحة له؟ إذن فالمخصصات هي 100 مليار، وهناك 10 برامج يجب أن نقوم بإطلاقها من أجل دعم هذه البرامج، وكذلك هناك العديد من الجهود التي يجب أن نبذلها جميعا، الدول المتطورة والدول المتقدمة، من أجل مساعدة ومساندة الدول النامية. وهناك 4 أهداف رئيسية علينا أن نلقي الضوء عليها. أنني أترك الكلمة الآن. Sur justement la réforme du système financier international et cette evolution agenda. أرى أن الإصلاحات الاقتصادية كذلك هامة جدا على جميع الدول بلدان الجنوب العالمية، كذلك الاتفاق عليها. هل تسمعوني؟ شكرا لك رئيس ماكرون، شكرا على حسن الضيافة، لقيادتك لعقد هذه القمة، شكرا لجمعنا معا هنا كي نناقش جهودنا لتخفيف الفقر وكذلك مواجهة تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى. أعتقد أنه واضحا من هذه القمة أننا لدينا إجماعا، نحن نتشارك في هدف واحد، وهو تحقيق المزيد من الرفاه والكوكب الذي يمكن أن نحيا عليه. وهناك بالفعل إرادة سياسية والتزام لتعاون متعدد الأطراف، بحيث نحول الكلمات إلى إجراءات ملموسة. وأنا سعيدة بأنني أشارك هذه المرحلة مع الزملاء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وزير الخارجية لي تشانغ. كما ذكرت، فإن أكبر اقتصادين في العالم نحن لدينا مسؤولية أن نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية، وهذا شيء نستطيع أن نقوم به ويتوقعه منا العالم.
في الخريف الماضي أطلقنا مبادرة لتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأود التركيز على هذا العمل الذي قمنا به في هذا الإطار. نحن نريد لبنوك التنمية أن تتمكن من مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، الجائحة، الصراعات والنزاعات والأزمات المالية. وأثناء هذه العملية سمعنا مخاوف من أنه ربما سوف نضطر للمقايدة والتخلي عن بعض القضايا مقابل التركيز على قضايا أخرى، والتركيز ربما على المسائل العالمية يمكن أن يؤخر من قدراتنا على الاستثمار في مجال التعليم، الصحة، تخفيف الفقر. لذا البعض كان يتساءل كيف يمكن أن نفعل المزيد ولكن في نفس الوقت نحقق التوازن بين كل الإجراءات وكل المجالات التي نريد التركيز عليها دون التخلي عن أحدها. إننا في حاجة إلى أن نفعل الأمرين ونقوم بهما بطريقة جيدة، وهذا لأن الدول لا تستطيع أن تحقق تقدما مستداما للقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا لم تقوم ببناء صمود للصدمات العالمية، وهذا شيء نحن متأكدون منه ولقد رأيناه عدة مرات أن الصدمات تحدث عندما لا نتوقع ذلك. التحديات متزايدة وأصبحت أكثر تعقيدا، وهي تؤثر على الأفقر والأكثر عرضة للخطر للأسف، وهذا يضاف إليه التحديات الوطنية الموجودة في الدول. وهذه ليست مخاوف افتراضية بل هي تبعات نحن شاهدناها بالفعل على أرض الواقع في مختلف أنحاء العالم. تغير المناخ يصعب من الزراعة، وهذا يهدد الأمن الغذائي في مناطق مختلفة من العالم، وأنا رأيت ذلك بشكل واضح عندما قمت بزيارة 3 دول إفريقية في بداية هذا العام. في الواقع المزارعين الصغار الذين زرتهم في زامبيا وصفوا لي تأثير الفيضانات والأحداث الجوية الشديدة على زراعتهم، وهذه تعد تحديات وطنية ولكنها تتفق مع التحديات العالمية. وهناك كذلك تهديد على الصحة العالمية، وهذا يهدد الاقتصادات والمجتمعات، مثل الجائحة، جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى أول زيادة في حدة الفقر شاهدناها منذ عقود. وهناك مسألة الصراعات والنزاعات التي لا تهدد فقط البشرية ولكنها تمنع كذلك النمو الاقتصادي وتسهم في النزوح والهجرة في مختلف أنحاء العالم. إذن هذه كلها مشكلات ليست مقصورة على كل دولة على حدة، ولا تستطيع دولة وحدها أن تقوم بحلها، هي مشاكل عالمية مشتركة بيننا. ولهذا نعتقد أنه من الأساسي أن نطور بنوك التنمية متعددة الأطراف كي تستجيب للتحديات العالمية بسرعة ونطاق كبير، وإذا فعلنا أي شيء أقل من ذلك فهذا يعني أننا لن نتمكن من تنفيذ أجندة التنمية. البنك الدولي الآن يقوم بتطوير أجندة التنمية، والرئيس بونغا قد تحدث بشكل موسع عن هذه الجهود، ونحن بالفعل لدينا نتائج ملموسة بفضل هذه المبادرة التي تبنيناها. البنك الدولي يقوم بمهمته ويتعامل مع التحديات العالمية، لأننا نرى أن هذا أساسي لتحقيق الأهداف الخاصة بالبنك الدولي، القضاء على الفقر وكذلك التشارك في الرفاه والنمو. والبنك الدولي يدخل التحديات العالمية الآن في تقاريرنا التشخيصية لمساعدة الدول والتعاون مع الدول وكذلك شركات القطاع الخاص، وهذه التغيرات التي نقوم
بها من شأنها أن تساعد العمل لمواجهة تلك التحديات في كل البنوك العالمية بالإضافة إلى البنك الدولي. والبنك الدولي كذلك يوسع من القوائم المالية الخاصة به والموازنات العامة لكي تصل إلى 50 مليار دولار كقدرة تمويلية إضافية تقدم على مدار العشر سنوات القادمة. وكجزء من هذه الأجندة فنحن نؤمن بأننا كنظام يمكننا أن نحصل على 200 مليار دولار كقدرة تمويلية جديدة في نفس الإطار الزمني من خلال إجراءات القوائم المالية والموازنات العمومية التي يمكن أن نناقشها ونبدأها. ونحن سوف نبدأ مبادرة التطور من البنك الدولي، فنحن ندرك دائما أن تعظيم الأثر يتطلب تقدما في النظام بأسره، وكي نغطي التمويل الذي نحتاج إليه. نحن لدينا كثير من أدوات التمويل متعددة الأطراف التي يمكن أن تساعدنا في تغيير العالم، وهي سوف تكون مؤثرة بشكل أكبر إذا عملت كلها كنظام واحد، كل منها يعمل وفقا للقدرات والخبرات الموجودة لديه بشكل متسق مع الجهات الأخرى والأطراف الأخرى من خلال شراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمعيات الخيرية. ولقد ناقشنا أثناء هذه القمة طرق مبتكرة يمكن من خلالها أن نحصل على رأس المال الخاص لكي يعمل بشكل تعاوني مع المؤسسات العامة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف. نحن علينا أن نركز على هذا، القيادة السياسية والابتكار آليات التمويل المبتكرة بالإضافة إلى الانفتاح والشجاعة لكي نتعلم من دروس الماضي ونصيغ حلول جديدة للمستقبل من خلال إجراءات بين كل أصحاب المصلحة والشركاء الآخرون مثل الاتحاد الإفريقي. يمكننا أن نساعد في تحقيق تطلعات شعوب العالم، ونحن في حاجة ملحة للقيام بهذا. شكرا. أشكرك شكرا جزيلا سيدتي. لقد قمت بالعديد من الاقتراحات الجيدة التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار، وسوف تقوم بكل تأكيد بحدوث تغييرات كبيرة في العملية التنموية وفي المستقبل القريب. في هذا المؤتمر وفي الأجندة المقترحة في هذا المؤتمر لقد تناولنا العديد من النقاط الاقتصادية التي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار مثل مكافحة الفقر وكذلك وجود حلول من أجل دعم الدول النامية. شكرا لك. أردت فقط أن أبدأ بأن أنقل رسالة تضامن لبربيدوس وكل الزملاء في تلك المنطقة، لأنني أريد أن أتقدم بالشكر لك على قيادتك. دولتكم شاركت بشكل مبكر للغاية في المبادرة، لذا نود أن تعربوا لشعبكم عن دعمنا. ونحن ندعم بربيدوس، وشكرا لكم على وجودكم هنا. شكرا لك سيادة الرئيس، وشكرا لكم لإدراككم أن شرق الكاريبي يواجه الآن رياح وأعاصير، ولذلك نحن سعداء للغاية أنكم تدركون هذا. أعتقد أننا نستطيع أن نقول أننا قد بدأنا نتحرك. فالمسألة الآن، بما أننا بدأنا نتحرك، هل نحن نتحرك بسرعة الكافية أم نحتاج للمزيد؟ لأن الطموحات بالطبع قد زادت على مدار اليومين الماضيين في هذه القمة. ومن الكلمات التي استمعناها هذا الصباح من رئيس وزراء الصين ومنك ومن رئيس غانا ومن كريستالينا
أن هناك إجماع سياسي أن المسألة أكبر منا جميعا، وأننا في حاجة للعمل معا حتى نتمكن من إحداث فرقا. إن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تغير من طريقة عملها، وأعتقد أن هذا أمر مقبول. السكرتيرة يلين قد تحدثت عن إمكانيات العمل مع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمواجهة مشكلة الديون العامة وكذلك لتوفير التمويل، ونحن دعونا نتحدث الآن عن الجائحة كوفيد-19. هي قد أظهرت أنه إذا نظرت إلى الأرقام التي تقدمها شركات الأدوية فهناك 1 مليار جرعة يجب أن نقوم بتوفيرها لكي نواجه أي تحدي جديد ربما سوف يظهر، لأن هناك 10 ممرضات يجب أن نتعامل معها، ومن بينها أن العالم أصبح متوقعا أن يواجه بحلول عام 2050 مشكلة المضادات الميكروبية والمضادات الحيوية. ولذلك نحن في حاجة إلى 1 مليار. إذا سمعنا شركات الأدوية وجوزي يقول في لجنته 10 مليار، لذا إذا أخذنا الرقم الأكبر فتكلفة كبيرة للغاية. هذا هو الواقع، ولذلك الخيار بالنسبة لنا أن نضع هذه الأموال جانبا أمر لا نستطيع أن نفعله. لقد واجهنا جميعا كوفيد-19 ورأينا كيف أنه قد أثر على كل شخص منا وأعادتنا وراء 2 أو 3 عقود. لذا لقد حانت اللحظة لكي نكون مستعدين لأي جائحة قادمة، ولذلك علينا أن نفكر فيما يمكن أن يبدو عليه البنك الدولي للتنمية والإعمار في هذا العقد، لأننا أصبحنا في عالم مختلف الآن. ثانياً، أود أن أتقدم بالشكر لنا جميعاً لأننا تمكننا من الوفاء بالوعود التي قدمناها، وهذا مهم للغاية لبناء الثقة فيما بيننا. وإذا لم نذهب إلى COP28 في دبي بإنجازات فسوف نفقد ثقة الشعوب. دكتور سلطان تحدث هذا الصباح أن الوقت قد حان إلينا لكي نعمل جميعاً بدلاً من العمل في جزر منعزلة. نحن اجتمعنا هنا في باريس كقادة للعالم مع المنظمات الدولية، ونحن في حاجة الآن إلى أن نجلس مع القطاع الخاص والنفط والغاز، الطاقة المتجددة، التمويل، شركات التأمين، النقل. علينا أن نجلس مع كل هؤلاء لكي نتعامل مع مشكلة مشتركة ولكي نجد حلا مشتركا لها. إذا لم يكن هناك خطة لأن نذهب لنعيش على المريخ، ليس لدينا حل آخر سوى أن نتمكن من إحياء هذا الكوكب حتى نتمكن من العيش عليه. وعلى مدار 8 أسابيع الماضية سوف نناقش هذه المسألة في بلادنا، لأننا لا نستطيع أن نظل نقول أن هذه أكثر قضية ملحة تواجه البشرية دون أن نفعل شيء. علينا أن نتصرف سريعا، وهذا يجب أن يكون الآن. القواعد نحن من يضعها، لا يجب أن تكسرنا القوانين، بل نحن من نشكل القوانين، وعلينا أن نشكل القوانين الآن كما شكلها الآخرون من قبل، لأننا سوف نكون محاسبين على الواقع الذي سوف تواجهه البشرية في المستقبل. علينا أن نعرف أن البشرية سوف تظل موجودة للأبد، لذلك علينا ألا نتصرف بطريقة لا تعكس الدروس التي تعلمناها. وأنا واثقة من أننا سوف نترك هذه القمة بالمزيد من الالتزامات تجاه هذه الحاجة الملحة. وأرى كذلك أن الوضع الجيوسياسي لا يمكن أن نسمح له بأن يقف في طريق مواجهة هذه الأزمة الكبرى. إذا أصبت فإنك تنزف، ونحن كلنا لدينا هذا يحدث. ولذلك كما ذكر رئيس وزراء الصين، يجب أن ندرك أن علينا كلنا معا أن نجد التوازن والجسور المشتركة التي يمكن أن نعبر عليها لنعمل معا، خاصة فيما يتعلق بأزمة تغير المناخ. فعلينا أن نتعامل مع السياسات الوطنية والدولية من خلال هذا المنظور.
وعلينا أن نبدأ في التصرف، وإلا سوف نرى الكثيرين يخسرون كسب العيش ويخسرون حياتهم. إذن مشاهدينا الأكارم، مستمرون معكم في متابعة هذه اللقطات التي تأتينا مباشرة من باريس، حيث انعقاد الجلسة الختامية لقمة الميثاق التمويلي التي يديرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تحدث عن جملة قضايا من أهمها أنه علينا إبرام شراكات مع الدول النامية للتصدي لتغير المناخ وإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، كما تحدث عن ضرورة التوفيق بين محاربة الفقر والتصدي للتغير المناخي، وأننا يتحدث عن جملة المجتمعين نواصل جهودنا لتمويل القطاع العام وتوزيع الفرص الاقتصادية. كما قال يجب العمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة والتعهد بالخروج بالتزامات من قمة التمويل المالي التي تنعقد الآن. وزيرة الخزانة الأمريكية ركزت أيضا في كلمتها على أن لابد من أنه من الأساسي تطوير البنوك متعددة الأطراف بسرعة، وأيضا تحدثت عن أن التغيير المناخي يهدد الأمن الغذائي العالمي، والآن ننفذ مبادرة التطوير للبنك الدولي والتمويل المالي. أما رئيس الوزراء الصيني فأشار إلى أن الصين ستنضم إلى الجهود العالمية لتعزيز التطور المالي، وأنه يجب الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية مستقرة وآمنة. المزيد من الكلمات التي شاهدناها وتابعناها معكم مشاهدين الأكارم من على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، وللتوضيح أكثر تنضم إلينا من باريس فيروز مكي موفدة القاهرة الإخبارية. فيروز أهلا بك معنا. إذن هذه ربما بعض ما جاءت في كلمات المجتمعين هناك، ما لديك من جديد هناك فيروز؟ نعم شكرا لك رعد. يعني نحن الآن نقف بجوار قصر برونا، وهو القصر الذي تقام فيه هذه القمة، قمة من أجل ميثاق عالمي مالي جديد. في الحقيقة أن اليوم بدأت هذه الجلسة الختامية، من المنتظر أن تخلص هذه الجلسة الختامية بإعلان ختام هام جدا يتضمن ربما أهم البنود التي كان قد تم إقرارها كأهداف لهذه القمة. من المنتظر الخروج لعدد من النقاط الهامة، ربما أحد أهم هذه النقاط هو الخلاص إلى آلية لتنفيذ مخرجات قمة أو كوب 27 فيما يخص آليات أو تعزيز الآليات المالية لدعم الدول الناشئة والمتضررة بشكل كبير جدا من التغير المناخي. من أهم الأهداف أيضا هو دعم الدول الناشئة والتي تعاني اقتصاديا، ومن ناحية أخرى ربما هو لنقول إعادة تقويم بحسب ما وصف الرئيس الفرنسي لبعض المؤسسات المالية العالمية ربما وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. أيضا رعد يعني ما جاء من أهم ما جاء في كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الجلسة الختامية حتى هذه اللحظة، تحدث عن أن فرنسا قد أنشأت صندوق خاص للطبيعة وللغابات، وتحدث أيضا أنه يجب العمل على الحد من الفقر وغياب المساواة بشكل كبير في العالم في هذا التوقيت، يجب العمل على إصلاح المؤسسات المالية والدولية كما وصف، وقال عملنا على الحصول على التمويل اللازم لزيادة الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل. رئيس الوزراء الصيني رعد تحدث عن أن الصين تتمسك بسياسة الإصلاح والانفتاح على العالم، وقال أيضا أن بلاده تتصدر دول العالم التي تتجه نحو التحول للطاقة النظيفة. من أهم الكلمات أيضا التي جاءت حتى هذه الساعة رعد هي كلمة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والتي ربما قالت أن فرنسا واليابان قدما 40% من تعهدات التمويل، وقالت أيضا حشدنا 100 مليار دولار حتى الآن لدعم الدول النامية. هذه ربما أهم النقاط التي وردت في الكلمات التي تتالت منذ بدء هذه الجلسة الختامية، والتي بدأت بكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من المتوقع أن يلقي المزيد من رؤساء الدول والمنظمات المالية الدولية الكبرى التي تحضر هذه القمة أن يلقوا كلمة ربما خلال هذه الجلسة الختامية، وبالتأكيد بعد ذلك سيتم
يتم الإعلان الختامي والذي سيتضمن ربما أهم البنود التي ستخلص لها أو خلصت لها هذه القمة. هذه القمة منذ يوم أمس توالت فيها عدد الجلسات وعدد الورشات، ورشات العمل، ورش العمل التي تم الحديث فيها عن عدد كبير، ربما وضع آليات مالية جديدة أو أفكار لآليات مالية جديدة لدعم النظام المالي العالمي. كل هذه الجلسات والورش ربما ستخلص لهذه التعهدات وهذه الالتزامات التي من المقرر أن تبدأ عن هذه القمة اليوم. يظل رعد بالتأكيد السؤال الأكبر والأهم هو ما إذا كانت الدول الكبرى والدول الصناعية على وجه التحديد ستلتزم بمخرجات هذه القمة وستلتزم أيضا بالإلزامات التي ستلزمها بها هذه القمة. هذه القمة شهدت حضور رئاسي كبير لعدد كبير من الدول وحضور لعدد كبير أيضا من مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المالية العالمية الكبرى وحتى الصغرى في الحقيقة. فربما هذا الحضور وهذا يعني هذا الحجم للقمة التي كان قد دعا لها إيمانويل ماكرون في كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، ربما هذا الحضور الكبير والهام وعلى مستوى رفيع هو في حد ذاته يعني يتوقع البعض أنه قد يلزم الدول الكبرى بتنفيذ مخرجات هذه القمة وما سيتم التوصل إليه في هذه القمة. بالتأكيد سنكون معكم على مدار الساعة، سنوفيكم بمزيد من التفاصيل حول الإعلان الختامي وأهم البنود التي ستأتي يعني في هذا الإعلان. نعم فيروز، يعني أنا أشكرك طبعا على هذه التفاصيل التي تفضلت بها، لكن فيروز يعني فعلا هي هذه القمة خرجت من رحم كوب 27 التي كانت في القاهرة وكان في باتفاقات مصرية وفرنسية ودول أخرى. نعم في شرم الشيخ. لكن فيروز بالنسبة للالتزامات، يعني ربما تابعت أيضا أن كلمة رئيس الوزراء الصيني تبشر بشيء حول الالتزام، وكذلك كلمة يعني وزيرة الخزانة الأمريكية يلين أيضا تحدثت بشيء من الإيجابية حول هذا الموضوع. بالتالي يعني هل لمستي في أثناء وجودك هناك أن هنالك توافقا أو هنالك جدية في الالتزام بهذه المخرجات؟ في الحقيقة راعد، على هامش هذه القمة تم إجراء العديد من اللقاءات، على هامش هذه القمة لقاءات ثنائية جمعت رؤساء دول ببعضهم وجمعت أيضا رؤساء دول بمؤسسات مالية ودولية كبرى. ما تحدثت عنه وما جاء في كلمة رئيس الوزراء الصيني كانت كلمة مبشرة جدا، تحدث عن التزام الصين، تحدث عن تحول الصين لطاقة النظيفة وانفتاح الصين بشكل كبير جدا. في الحقيقة أن حضور رئيس الوزراء الصيني في حد ذاته يعد دلالة كبيرة جدا وهامة جدا على التزام الصين بمخرجات هذه القمة، وخاصة وأن الصين أحد الدول الصناعية الكبرى والتي ربما يقع على عاتقها من ناحية كبيرة هذه الانبعاثات الكربونية التي أدت إلى التغير المناخي. إذن يعني هذا الحضور الصيني في حد ذاته هو دلالة مبشرة جدا. ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الصيني طبعا كانت كلمة إيجابية للغاية، ينتظر أن يتم الإيفاء والالتزام بكل الوعود التي أبرمها رئيس الوزراء الصيني. أيضا المؤسسات المالية الكبرى ربما ستعمل على تعزيز ووضع آلية واضحة وصريحة لفرض ضريبة دولية وعالمية على الدول الكبيرة التي تتسبب في انبعاثات كربونية كبيرة والتي تتأثر بها للأسف دول أفريقية أخرى. رعد، يعني دعني أقول لك أن من أهم يعني فرنسا كانت الدولة التي دعت في 2015 التي بدأت يعني هذه المعركة لمجابهة التغير المناخي. فرنسا ما زالت تسير على ذات الخطة، خاصة وأن فرنسا في الآونة الأخيرة وبحسب يعني ما تردد لنا من صحفيين محليين يعني فرنسيين أنهم يخشون ما يخشون أن التغير المناخي قد أثر بشكل كبير جدا على أيضا الموارد المحلية، وخاصة أن العديد من المناطق في فرنسا تتعرض اليوم لحرائق كبيرة وهائلة.
إذن فرنسا تهتم جدا بأن يتم وضع حل لهذه الانبعاثات الكربونية وهذا التغير المناخي، وبالتأكيد ما سيصدر عن هذا القمة هو شيء هام جدا، وينتظر نعم القائمون فيروز على هذه القمة والحاضرين أن يلتزم الجميع بمخرجاتها. بالتأكيد فيروز سننتظر منك تفاصيل أكثر ربما في قابل الساعات. شكرا لك فيروز مكي مفدة القاهرة الإخبارية، كنت معي من باريس. إذن عودة مرة أخرى إلى الجلسة لقمة الميثاق التمويلي التي يديرها الرئيس الفرنسي، تفضل. والسادة، إن أنا أوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر، وأيضا على صداقته ودعمه لمصر، وده أمر مش غريب على فرنسا الحقيقة. بشكرك فخامة الرئيس، وكان لابد إن أنا أشكرك على ده، شكرا جزيلا. الحقيقة أنا يعني مداخلتي هتبقى مختلفة شوي، وأرجو أن أنتم تسمحوا لي أن أنا أتكلم بالطريقة دي. أنا كنت موجود في باريس في قمة المناخ في 2015، وفي الوقت ده طرح، وأنا بتكلم كده لا أقصد أبدا يعني الإساءة أو التقريع، لا طرح وأنا بتكلم كده لا أقصد أبدا يعني الإساءة أو التقريع، لا أنا بس عايز أقول إحنا خلال اليومين دول وقبل كده، وأنا هقول ده، في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ، ويعني وساعتها قدر وخصص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها في، على أن ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ، وده كان أمر جيد جدا. وأنا كل اللي هسأله، يا ترى لو إحنا كنا نفذنا 100 مليار دولار لمدة 7 سنين لمواجهة تغير المناخ، النتائج في هذا الأمر. بالمناسبة أنتم قادة فكر وقادة رأي وفهم كبير، أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها، لأن ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر، إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوي. لكن ده ما حصلش. ساعتها أنا توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة 2 عام، وحضرت مؤتمرات، وكل زملائي القادة الأفريقة كانوا جايما معايا. رحنا اليابان، رحنا الصين، رحنا الهند، رحنا روسيا، رحنا انجلترا، رحنا الهند من أجل يعني التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة. ودايما كنا بنتكلم، وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة أشقائي أو من جانب الدولة المضيفة، كان بيبقى فيه كلام مهم جدا، وفي استعداد كبير للتعاون. الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الآن، وأتصور أنا مش بتكلم باسم القارة دلوقتي، أنا بتكلم فيما أن احنا قاعدين في محفل مهم قوي النهاردة وبنسجل كلام مهم لينا كلنا، وأنا هقول أن في جزئين، جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، ولكن أيضا هكون أمين وأقول أن في جزء مرتبط بينا احنا، أن احنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق أهدافنا. وأنا عشان النقطة دي أشاور عليها وأوضحها كويس، هقول إن إحنا في مثلا في كاب 27 أطلقنا منصة لإسمها نوفي، خدنا من الـ EBRD ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشرة جيجا يمكننا ان احنا في 2030 يبقى عندنا 42%
من خليط الطاقة. إذن العمل مش عمل فقط من جانب إن إحنا نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة، وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل، وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي. نرجع تاني، ده اللي إحنا ده اللي حصل. ونفس الكلام وأنا بقول هنا، بوجه الشكر للرئيس للمستشار شولتز، نفس الكلام إحنا لما جينا نخش في برنامج اللي عمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة وفي إطار أيضا عوامل المناخ، مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته. كان في دعم قدم لينا، ولما قصدنا أن مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا، حصل هذا الأمر، وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده. القرض ضخم برقم كبير، وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة ديت لزمايلنا اللي بيسمعونا ولكم كلكم، أن الشراكة التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم. طيب النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها هي، هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا؟ أتصور أنه واضح جدا، مش محتاج. وإحنا شفنا أن لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك إزاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفعالية وبحسم. إذن الخطر واضح، والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إن إحنا نتحرك بفعالية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني، يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، ويعمل له كل حاجة حلو. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد. آخر كلمة هقولها، فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية، الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك. وهنا ده مسؤولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسؤولية سياسية. يبقى نقطة في الموضوع دوت، عندما تحدثنا عن 100 مليار دولار في الوقت دوت، تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الإفريقي وقلت لهم إحنا بنعرض عليكم إن البنية الأساسية القارية، البنية الأساسية القارية لإفريقيا هتحول وتغير وجه القارة. والكلام ده امبارح احنا كلمنا فيه في سد إنجا وحاجات أخرى كثيرة، إن النهاردة لو 100 مليار تم ضخهم في صورة، أنا بتكلم النسبة المخصصة للقارة الإفريقية على سبيل المثال، تم ضخهم كل دولة كانت مخصص إنها هتدفع رقم، ألمانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. أنا قلت إن الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة، ولكن حتى بما إن هما كان التزام في الوقت دوت بـ100 مليار دولار، قلت لا تعالوا خشوا وخلوا الشركات. ألمانيا هتحط 5 مليار في إفريقيا، خلي الشركات الألمانية تعمل بـ5 مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية. فرنسا هتشتغل أو هتقدم 4 مليار 5 مليار أي رقم تاني
تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية، وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة. صدقوني احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وانا معاكم في ده، بس انا عايز اقول لكم ان خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية من افريقيا الى اوروبا يقترب من 2700 انسان وانسانة وطفل يمكن كل سنة، اكتر من 27,000 ده اللي احنا شفناه او ده اللي تم رصده. طب الباقي اذا لم يجد الناس في افريقيا الامل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الامل وعندهم الفرصة هنا في اوروبا. وعايز اقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف، 9 مليون ضيف لن أطيل عليكم. أنا بشكركم وبشكر الرئيس ماكرون، ودايما دولة فرنسا بيبقى ليها إسهام كبير جدا جدا في هذه الموضوعات المهمة. بشكرك فخامة الرئيس وبشكركم جميعا، وأرجو أن أكون قد أطلت عليكم أو أزعجتكم. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, Président. Je pense pas du tout, au contraire, vous avez souligné. نعم لقد تناولتم العديد من النقاط الهامة خلال هذا المؤتمر والعلاقات المصرية الفرنسية. الآن الكلمة إلى شولتز. المستشار شولتز، شكرا لكم. لقد ناقشنا على مدار اليومين الكثير من الأسئلة واستمعنا إلى الكثير من المقترحات عن كيف يمكن أن نكافح الفقر ونعطي فرص للتنمية وكيف يمكننا مواجهة تغير المناخ، ومعا اتفقنا على كثير من الأشياء ومن بينها أنه ليس هناك بدائل. علينا أن نعمل على كل هذه الأشياء بالتوازي وأن نواجه التحديين معا. هناك كثير من الاجتماعات التي استمعنا فيها كثير من الكلمات، ومن المهم أن نعمل بينما نتحدث، وأنا أتفق للغاية مع هذا الرأي. من المهم دائما للدول المستقرة اقتصاديا أن تلتزم بالوعود التي تقدمها طوال الوقت. السؤال الأول الذي طرح هو أننا ملتزمون بكلماتنا بالتحدث عن تمويل تغير المناخ وكذلك تمويل الاقتصادات والمشروعات. كانت هناك كثير من الاجتماعات التي عقدت فيما بعد اتفاق باريس، وأعتقد أن هناك المزيد من الاجتماعات سوف تعقد في السنوات القادمة، ولكن من المهم أن نقوم بإجراءات على أرض الواقع. عندما نتحدث عن ألمانيا فإننا ملتزمون بما أعلناه، وسوف نقدم الدعم المالي وسوف نحاول أن نوفر تمويل المناخ على المستوى العالمي. وأطلب من الجميع أن يشاركوا معنا في هذا، لأن الأمر هو تنفيذ الوعود التي نقدمها. الأمر الثاني الذي يجب أن نطلب من أنفسنا أن نفعل ما نطلبه من الآخرين، وهذا يعني أننا بينما نكافح تغير المناخ في حالة ألمانيا نحن نقول أننا سوف نكون مستعدين بأن نكون بحلول عام 2045 دولة تحقق الحياد الكربوني. والأمر ليس مرتبط فقط بالإسكان أو التنقل والمواصلات أو شبكة الكهرباء، ولكن حتى الصناعة. الصناعة لدينا سوف تتطور ويتطور الطاقة المستخدمة بها، ونحن في عام 2030 سوف يكون لدينا نسبة 80% من إنتاج الكهرباء لدينا يأتي من الطاقة المتجددة في ألمانيا. وهذا جانب من بين الجوانب الأخرى التي يجب أن نغيرها، وهذه رسالة قوية للغاية للباقين، لأننا إذا فعلنا هذا فإننا نستخدم ونطور تكنولوجيات يمكن أن تستخدم
يستخدم بأسعار مناسبة في دول أخرى من العالم وليس فقط في ألمانيا. إذن الالتزام باستخدام الوقود الأحفوري دائما ما يقال أنه أرخص، ولكن إذا طورنا التكنولوجيا فإننا يمكن أن نوفر بدائل تكنولوجية رخيصة كذلك، وهذا أمر قابل للتطبيق الآن. نحن لا نتحدث عن شيء مستقبلي يمكن أن نفعله فيما بعد، لكن هذا أمر نحن نعمل عليه الآن بحيث نطبق ما نقوله. وبالحديث عن المسائل المرتبطة بتغير المناخ، كان هناك نقطة ثانية مرتبطة بالتمويل العالمي، وأنا أرى أننا يجب أن نقوم بشيء لكي نجري إصلاحات للبنك الدولي وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف. هناك خارطة طريق تعمل عليها ألمانيا مع كثير من الشركاء للبنك الدولي ولبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأنا مقدر أن الكثيرين يدعمون هذا بما في ذلك الرئيس الجديد للبنك الدولي، ونحن في حاجة إلى تغيير لكي تتوفر المزيد من الأموال التي نستطيع أن نستخدمها من خلال طريقة إدارة تلك البنوك للتنمية. وإذا فعلنا هذا بسرعة فهذا سوف يكون لديه نتائج ملموسة على الكثيرين، وأنا سعيد بأن الأمر يتقدم الآن ويحصل على الدعم من الكثيرين. كذلك أعتقد أننا يجب أن نحارب مشكلة أزمة الطبيعة خاصة بسبب تغير المناخ، ولكن ليس تغير المناخ وحده، ونحن دولة ثرية وعلى الرغم من ذلك نواجه أزمات إذا حدثت عدة مشكلات بالتوازي مع بعضها البعض. لذلك علينا أن نعمل معا، والدرع العالمي الذي اتفقنا عليه يجب أن يتم تطبيقه الآن، ونكون شيء يعطي الدول المدينة فرصة للحصول على الدعم الذي تحتاج إليه، وإلا لن تتمكن من التعامل مع تغير المناخ. مواجهة تغير المناخ أمر كذلك يجب أن نناقشه مع مجتمعات الأعمال والصناعات في بلداننا، لأنهم دائما ما يطرحوا علينا هذا السؤال: اعطونا ضمانات أننا إذا اتبعنا هذا المسار فهذا لن يمثل مخاطر علينا ويمنعنا من التنافس مع الدول الأخرى. نعم، سؤالهم حقيقي، ولكن نحن نتحدث هنا عن التعريفة. لا نتحدث عن التعريفة. أعتقد أننا يجب أن ندرك أننا في حاجة إلى شيء إضافي عن التعريفة الجمركية. هناك وتعريفة تغير المناخ، أعتقد أن هناك شيء نعمل عليه الآن من دول الجنوب. الفكرة هي أن نتعاون عندما يكون لدينا نفس الطموح على الرغم من اتباعنا ربما مسارات مختلفة، وهذا جانب مهم للغاية للاقتصاد العالمي بحيث نصبح جميعا في مأمن عندما تحدث هذه التغيرات الكبرى في العالم. من المهم كذلك أن ندرك أن الأمر ليس مرتبط فقط بمساعدات التنمية والتمويل، على الرغم من أنه أمر ضروري ويجب أن يكون ضخماً وعلينا أن نلتزم بما نقول به، ولكن أمر آخر مهم هو أن نتأكد من أن المشروعات ومجالات الأعمال تستثمر في دول آسيا ودول أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لأننا علينا أن نساعد تلك الدول وخلق مناخ يمكن لهذه المشروعات أن تنجح من خلاله أمر هام كذلك. بالنظر إلى أفريقيا، أعتقد أن الاتفاق مع أفريقيا يركز على هذه المسألة، وأنا سعيد للغاية بأن أرى كثير منكم في هذا الاجتماع، ونحن في برلين سوف نتحدث عن هذا الاتفاق مع أفريقيا بالمزيد من التوسع. وأنا ذكرت بالأمس أننا يجب أن نفهم أن هناك حاجة للتغيير في سياسات التجارة والطريقة التي نتصرف بها، وأحد الجوانب هي عمليات التنقيب والاستكشاف. هناك كثير من عمليات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم، والاقتصاد العالمي يتعامل معه بطريقة أننا نستخرج هذه المواد من الأرض ونأخذها إلى دول.
أخرى لكي يتم معالجتها هناك. بالطبع هناك كثير من الصناعات التي تحتاج إليها، ولكن أعتقد أن أول معالجة للنفط والغاز التي تستخرج من الأرض يجب أن تجري في تلك الدولة التي استخرجت منها هذه المواد، لأن هذا يحقق نمو في تلك الدولة وكذلك يساعد السكان الأصليين والمواطنين على الاستفادة من هذه الثروات، وإلا سوف يستفيد آخرون من هذه الموارد ويصبحوا أكثر ثراء وتظل المجتمعات التي توجد بها هذه الموارد فقيرة. دعوني أنتقل إلى السؤال التالي الذي طرح علي كثيرا، وهو تبعات الاعتداء الروسي على أوكرانيا. لقد عرفنا من هذه الحرب ليس فقط أنها تمثل خطرا على سلامنا وأمننا، ولكن كذلك أن هناك مجموعة من الدول التي تنتج سماد مهم للعالم وللزراعة في العالم. إذن على الرغم من أن الموارد الطبيعية موجودة مثلا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ودول أخرى تستطيع أن تنتج السماد، إلا أنه لا زال هناك احتكارا لها من قبل مجموعة صغيرة من الدول. لذلك يجب أن نضيف فكرة تصنيع السماد في كل الدول التي توجد بها هذه المواد الخام لتصنيعه، وأن ننشئ مصانع في تلك الدول بحيث نساعد تلك المجتمعات. فكرتي هي أننا يجب أن نتولى مسؤوليتنا تجاه العالم، علينا أن نلتزم بعملنا وننفذ ما نعد به، وأعتقد أنه عندئذ سوف تكون لدينا فرصة طيبة في أن نجعل العالم أفضل. شكرا، شكرا لك المستشار. J'ai demandé au président Ishilema peut-être de revenir sur ces sujets, mais aussi sur la question de la dette, en le félicitant à nouveau pour l'accord qui a été trouvé pour renégocier la dette de Zambie. نعم سوف نقوم كذلك بالتفاوض من أجل تخفيف ثقل الديون على زامبي، ولقد تحدثنا في هذه النقطة. Thank you very much. شكرا لك الرئيس ماكرون لاستضافتنا ولكل شيء آخر ذكره بالفعل الزملاء المتحدثين من قبل. أود أن أشكرنا جميعا رؤساء الدول والحكومات الموجودين هنا، وأشكر كذلك الشركاء، وأقدر للغاية أننا لدينا أطراف أخرى حاضرة معنا في هذا الاجتماع. شكرا لكم جميعا على حضوركم. اسمح لي الرئيس ماكرون بأن أبدأ بأن أفعل الأمر الضروري بالنيابة عن شعب زامبيا، وهو التقدم بالشكر للإنجاز الذي تحقق أحد نتائج هذه القمة. والرئيس ماكرون على دراية بهذا أنني قد جئت هنا وطلبت أنا ورئيس الصين أنه في هذه القمة نكون قد قمنا بالانتهاء من مشروع إعادة هيكلة وإعادة جدولة ديون زامبيا، وهذه بالفعل هي أحد النتائج التي خرجنا بها من هذه القمة. شكرا للصين، شكرا لفرنسا لترأس إطار مبادرة مجموعة الدول الـ20 الصناعية، وشكرا للصين لكونها نائبا لهذه المبادرة، وشكرا كذلك لكل الدول التي ساعدت بطريقة ما هذه العملية للتوصل إلى خطة إعادة جدولة الديون في زامبيا على أساس أن نساعد، لأن زامبيا كانت تستخدم كتجربة، ونحن الآن استفدنا من التجربة، وأتمنى أن تستفيد الدول الأخرى من هذه التجربة وتستطيع أن تطبق أساليب الإقراض الجديدة التي تم تبنيها في هذه الخطة وأن تتبع دول أخرى نفس الأسلوب. أود أن أشكر كذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدعمهما لنا. معظمنا كدول مدينة نتحدث مع بعضنا البعض ونتعلم من الدروس المستفادة، لذا شكرا لكم لإعطائنا هذا الدرس الذي سوف نتشاركه كتجربة مع الدول الأخرى. أود أن أتقدم كذلك بالشكر للدائنين، كل الدائنين الذين تعاونوا معنا في خطة إعادة جدولة الديون. دون تعاونكم لم يكن من الممكن أن نحقق هذا. أود أن أذكر كذلك أنني يجب أن أشكر شعب زامبيا على صبره،
لقد أخذنا هذا المشروع كأحد مسؤولياتنا قبل أن نشكل الحكومة كحزب معارض. مسألة إعادة هيكلة الديون كانت أمراً أساسياً لنا في زامبيا ولحزبنا، والشعب في زامبيا كان صبوراً للغاية وانتظر تعديلات وعملية إعادة الهيكلة للديون. وهذا درس أنا أريد أن أشاركه مع الدول الأخرى، أن القيادة مهمة على مستوى الدولة. يجب أن تكون القيادة رؤيتها واضحة بشأن ما الذي تريده وأن توضح هذا للمواطنين، لأن الشعوب بالطبع لا تعرف كل شيء. لذا عندما تتحدث معهم عن إصلاحات المؤسسية والمالية يجب أن تتحدث بانفتاح. لذلك أقول أننا يجب أن نكافح كذلك الفساد. عندما تنفذ إصلاحات فإنك تواجه الفساد والفاسدين. لذلك من المهم كقادة أن نأخذ هذه النقطة في الاعتبار ونتحدث عن هذا مع مجتمعاتنا، لأنهم كلهم بالطبع سوف يواجهون المعاناة ولكن باقتناعهم سوف يدعموك. لذا شكرا لشعب زامبيا. دعوني أضع كل هذا في سياقه. الفقر وتغير المناخ، هذا هو السياق. لقد قلنا بالفعل أن الفقر وتغير المناخ مرتبطان. حتى قبل أن نتحدث عن التمويل الجديد أو المزيد من التمويل، يجب أن نساعد الدول على النمو، لأنه عندما لا تنمو الدول اقتصاديا لا تستطيع أن تتوقع من شخص فقير أن يقبل تحمل عبء إضافي. هذا أمر ضروري استيعابه لتحقيق التنمية. الفقر في الواقع يفاقم من أزمة تغير المناخ وإجراءات الحد من آثاره، وهذا واضح للغاية. إذا كنت تطلب من فقير أن ينتقل من طاقة ما إلى طاقة جديدة، من ينتقل من الفحم مثلا إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، لن يقبل. هو بالفعل مضغوط ولا يستطيع أن يقبل الأساليب الجديدة. لذلك يجب أن نجعل الفقراء في دولنا أقل فقرا حتى يتمكنوا من أن يدعموا التغييرات المطلوبة للتخفيف من تغير المناخ وتأثيراته السلبية. أعتقد أن هذه نقطة مهمة للغاية، ومن الممكن أن نقول كذلك أن تغير المناخ على الجانب الآخر قد فرض التزامات جديدة على الأفقر. مثلا إذا ذهب مزارع لزيارة السكرتير إيلن قبل ذلك، هو كان لا يستطيع أن ينتج منتجات زراعية كافية، وتغير المناخ جعل موسم هطول الأمطار الواحد ينخفض معدل إنتاجه من المحاصيل، لأنه ربما موسم يأتي جفاف وموسم آخر يأتي فيضانات. هو ليس لديه أي فرصة لتغيير طريقته أو أسلوبه. لذا قبل التحدث عن تمويل إجراءات التخفيف من تغير المناخ والدعم والتمويل والتكنولوجيا، علينا أن نتحدث عن أشياء مرتبطة بالجينات والتعديل الوراثي في الزراعة. أنا أعطيكم سياق لكل ما نتحدث عنه. علينا أن نفكر في كل هذه الأشياء، لأنه لا يكفي فقط أن نقدم تمويل على الطاولة، بل علينا أن ندخل في تفاصيل المشكلة. كيف نطبق هذا التمويل لكي نواجه التحديات التي سببت تغير المناخ؟ وعندئذ نستطيع توجيه التمويل لتلك المجالات التي سوف تؤدي إلى نتائج تساعد الأقل حظاً لتحسين مستوى معيشتهم. ومن المهم كذلك أن ننظر إلى مسألة حصاد المياه. حصاد المياه مجال آخر للاستثمار بالإضافة إلى الري. المستشار الألماني يعرف هذه الأمور لأننا قد ناقشناها. هناك كثير من التطبيقات الجديدة المرتبطة بالري وحصاد الأمطار والمياه التي تجري في العالم. ودعونا أقول لكم درس آخر من دروسنا في خطة إعادة هيكلة الديون، هي مسألة
السرعة التي ننفذ بها الأمور. إطار مجموعة الدول الـ20 كنا نتحدث عنه منذ 21 شهر. استمرينا في النقاشات لفترة طويلة. كان لدينا 21 شهر ونحن سعداء للغاية بأننا قد أنجزنا هذا بالأمس. ولكن الدول التي سوف تتبع نفس خطواتنا عليكم أن تسرعوا من العملية لديهم بحيث تتطلب وقتا أقل. إذا كنا نريد أن نتحدث عن انتقال من نظام طاقة إلى نظام طاقة آخر، يجب أن ندرك أهمية الوقت. كل يوم نتأخر فيه في تنفيذ أشياء تحت سيطرتنا يزيد من التكلفة والأضرار. الدرس المستفاد التالي الذي أود أن أشاركه معكم: المستشار الألماني بالأمس كرر نقطة مهمة، أنه من المهم لنا كمجتمع دولي أن نحشد مواردنا، ولكن هذه الموارد يجب استثمارها لمساعدة الاقتصادات في الدول الأقل نمواً على النمو، لأننا بذلك نبني قدرات تلك الدول وتلك الاقتصادات للتخفيف من آثار تغير المناخ، وهذا من شأنه أن يخفف من الفقر. لذا نريد أن يكون الأمر قيمة مضافة ليس فقط من خلال تطوير الصناعات، ولكن من المهم أن ننظر إلى الاستثمار في التنقيب والاستخراج للمعادن الأساسية، وكيف يمكن أن نعطيها قيمة مضافة داخل الدول التي توجد بها. فهذا بالطبع سوف يساعد في نمو إجمالي الناتج المحلي، يخلق فرص العمل ويعطي فرص للاستثمار في تلك الدول. أعتقد أن هذا أمر يجب أن نحققه وليس فقط مجرد مناقشات عامة. علينا أن ندخل في التفاصيل ونقول أن هذه هي المتطلبات، هذه هي الاحتياجات. ولكي نحقق استفادة متبادلة كما ذكر أحدهم بالأمس، نحن لا نريد أن يحدث استقطاب بين شمال الكرة الأرضية وجنوب الكرة الأرضية، فهذا ليس الحوار الذي نرغب فيه. نحن علينا أن نعمل لهدف أسمى لعالم نستطيع أن نورثه للأجيال القادمة. وأخيرا، يعجبني روح الشراكة الموجودة بيننا هنا، ويعجبني ما سمعته من القادة كلكم. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن نفعله. والآن علينا أن نضع كل ذلك في سلة واحدة، نضع خطة عمل بإطار زمني محدد ونبدأ في العمل. إذا كانت القيادة السياسية متوافرة، القرارات واضحة، نحتاج الآن إلى الفنيين والخبراء لكي يبدأوا في العمل. ومسألة الرصد والمتابعة مهمة للغاية. والشيء الأخير، أود أن أتقدم بالشكر لما ذكره رئيس الوزراء الصيني وسكرتير يالن، وكذلك كل القادة الذين تحدثوا قبلي، لأنهم ذكروا مسألة الصراع. لا نستطيع أن نحقق ما نرغب في تحقيقه إذا سمحنا للمجتمع الدولي بأن يركز وقته وجهده وموارده والتكنولوجيا على النزاعات والصراعات. علينا التزام جميعا بأن نجعل دولنا كلها تتمتع بالسلام بدون صراعات، وألا نسهم في عدم استقرار الدول المجاورة أو الدول البعيدة، لأن غياب الاستقرار في منطقة ما من العالم يعني غياب الاستقرار في العالم كله. لذا علينا أن نستفيد من الموارد في التنمية بدلاً من التركيز على الصراعات. وتكلفة رأس المال يجب أن تكون موجودة كذلك في هذه السلة. أفريقيا مثلاً تدفع أعلى تكلفة على رأس المال، وهذا أمر خطأ لأن هذا لا يساعدنا وهذا يصعب من أوضاعنا. علينا أن نتعامل مع مسألة تكلفة رأس المال وتوفيره. شكراً. Thank you.